هل تصح هذه الأفكار؟ لا تخلي شيء بخاطرك والحياة مرة واحدة وفلوسك ما راح تأخذها معاك في القبر طول ما إنها في إطار المباح. ما فيها شيء، كلمات ما فيها شيء، والحياة مرة واحدة استفدنا منها. الحياة مرة واحدة، كيف لو أتاك ملك الموت وأنت في الوقت الذي كنت ما تصلي فيه؟ كيف ستقابل الله تبارك وتعالى؟ كيف ستلقي؟ والأصل أن الصلاة إذا صلحت صلح العمل كله، إذا فسدت فسد العمل كله. كيف إذا جاء إلى الله تبارك وتعالى ولم يصلي؟ كيف يوجه الله تبارك؟ إذا كان الله جل وعلا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يصلي ويترك، توعده بالويل سبحانه وتعالى. فالقضية خطيرة جدا، يعني كيف لو مت في الفترة اللي لا تصلي؟ لو قال لا أنا كل ليلة لما أنام أتوب، يمكن تموت العصر مو إلا بالليل، ممكن سكتة قلبية وانت جالس هكذا، فكيف تواجه الله تبارك وتعالى؟ فكر صح. وهكذا ذلك الله تبارك وتعالى قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، يعني بس دنيا دنيا دنيا. لا، المسلم لا، عنده دنيا وآخرة، والآخرة هي الصح وهي الدار الحقيقية، ولذلك يكون دائما مستعدا لها. أي وقت ممكن يأتيه الموت، والموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل، يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام. ما في رب يرجعون، ما في يقول لملك الموت انتظر حتى أعود إلى الله، لا تفوت. العاقل لابد أن يعرف طريقه.